السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة بإذن الله فيديو مهم جدا، وفيديو النهاردة ان شاء الله انا هكلمكم على فايدة عظيمة جدا عبارة عن اسم عظيم من اسماء الله تعالى الحسنى. اذا قرأت هذا الاسم بهذا العدد بإذن الله اوعدك ان انت لو عندك اي مشاكل في حياتك هتتحل. وهذا الاسم وهذه الفائدة بإذن الله مفيدة في ان انت امورك بتتيسر، او مفيدة في تيسير امورك من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. يعني لو انت عندك امر من امور حياتك متعطل، زي ما لا قدر الله عندك مشكلة في الزواج او عندك مشاكل في حياتك، بتلاقي المشاكل دي اتحلت من تلقاء نفسها لو انت استعنت بالله عز وجل وطبقت هذه الفائدة وقرأت هذا الاسم. والاسم اللي هنتكلم عليه النهاردة يا جماعة هو اسم الله عز وجل اللطيف. واسم الله عز وجل اللطيف اسم عظيم جدا، ليه ثمرات وفوائد كثيره جدا، وبهذا العدد تحديدا كان ليه ثمرات كثيره جدا. فمن ثمرات يعني قراءتك لهذا الاسم وبعد ما تقرا هذا الاسم، من الثمرات اللي هتحصل لك اولا علاج المشاكل من حياتك باذن الله. لو انت عندك اي مشكله، عشان في بعض المتابعين كان يقول لي انا عندي مشكله الدين، عندي مشكله الفقر، عندي كذا، اي مشكله بتلاقيها اتحلت سبحان الله من تلقاء نفسها، اهم شيء تقراه بيقين. فبالتالي اول ثمره من ثمرات هذا الاسم علاج المشاكل. ثانيا تيسير الامور، انت بتلاقي امورك بتتيسر. يعني لو انت عندك بعض الحاجات او الاهداف بتلاقي امورك يعني الامر بتاعك تيسر من تلقاء نفسه، قدرت توصل للامور اللي انت عايزها بسهوله، يعني ما مش بتواجه صعوبه او الكلام ده. كذلك من ثمرات هذا الاسم ايضا يا جماعه جلب الرزق والمال. يعني لو انت عايز ربنا يوسعها عليك في المال او الرزق، فعليك ايضا بتطبيق هذه الفائده وترديد هذا الاسم. طيب اطبق الفائده ازاي يا عبد الله، وهل الفائده دي صعبه ولا سهله؟ لا، الفائده دي سهله جدا. هبدا ان شاء الله وهقول لك بالظبط تطبق الفائده دي ازاي. بس قبل ما ابدا في ذكر التفاصيل، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه تضغط على زر اللايك وتدعي لي ده في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا حبايب قلبي نسمي الله ونبدا على طول في ذكر التفاصيل والفائده بالكامل ان شاء الله. طبعا الفائده دي يا جماعه انت بتطبقها باذن الله لمده 3 ايام متواصله. لو انت عايز امورك كلها تتيسر، كل اللي بطلبه منك ان انت بتيجي لمده 3 ايام متواصله في جوف الليل، يعني بتيجي في جوف الليل اللي هو قبل الفجر مثلا بساعة أو ساعتين. وأول حاجة بتعملها هي إن أنت بتقول البسملة 19 مرة. بعد ما بتقول البسملة 19 مرة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 19 مرة. بعد ذلك بتقرأ سورة الفتح مرة واحدة فقط. يبقى إذن البسملة 19 مرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 19 مرة، بعدها سورة الفتح مرة واحدة فقط اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بعد ذلك بنيجي للخطوة الأخيرة، وهي إن أنت بتقول الاسم ده 129 مرة، والاسم اللي أنت هتقوله 129 مرة هو اسم الله عز وجل اللطيف، بتقول يا لطيف 129 مرة. واللي طبقته بالظبط في اليوم الأول هو هو بالظبط اللي هتطبقه في اليوم الثاني، هو هو بالظبط اللي هتطبقه في اليوم الثالث، بإذن الله قبل ما الثلاث أيام ينتهوا أنت هتشوف الثمرات على حياتك إن شاء الله بعدها مباشرة، من أول ما تعمل فايدة على طول. قبل ما الثلاث أيام ينتهوا بإذن الله هتشوف الثمرات على حياتك إن شاء الله. فبس كده يا حبايب قلبي يكون الفيديو خلص. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.